في عام 1918 بالسنة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى بدأت حرب عالمية أخرى، إلا أن العدو هذه المرة كان قاتل خفي لا يرى بالعين المجردة، لكنه كان أكثر تدميراً من كل أنواع الأسلحة اللي اخترعها الإنسان. هذا القاتل لم يحتل الأراضي بل أجساد ثلث سكان الكرة الأرضية حينها، وحصد من الأرواح البشرية أكثر من اللي حصدته الحرب بسنواتها الأربع المريرة. ذلك القاتل المخيف كان وباء الإنفلونزا الإسبانية اللي أصابت في عام واحد 500 مليون إنسان تقريبا، وقتلت ما بين 20 إلى 50 مليون منهم. مرض الإنفلونزا ما كان شيء جديد، والبشر عرفوه من أيام أبوقراط الإغريقي المسمى بأبي الطب اللي وصف أعراضه قبل 2500 عام. وفي سجلات التاريخ نجد أنه انتشر أكثر من مرة كوباء، مثل إنفلونزا روسيا في عام 1889 اللي خلفت أكثر من مليون ضحية حول العالم، لكن الإنفلونزا لم تكن إلا البداية. حتى أوائل القرن العشرين كانت الأوبئة هي القاتل الأكبر للبشر عبر التاريخ، لكن ذلك السفاح الميكروسكوبي صار الآن أقل انتشاراً مع التقدم العلمي، إلا أنه ما انتهى. في الثمانينات بدأ ينتشر فيروس HIV كوباء محتمل، وأتى بعده آخرون مثل سارس وزيكا، إلى أن ظهر إيبولا مرة أخرى في عام 2014. ظهر في غرب أفريقيا كوباء محلي، لكنه قتل 11,000 إنسان. ذلك الحدث كان كافي لخلق حالة من الرعب على مستوى العالم، ولهذا قامت منظمة الصحة العالمية بتكوين أول فريق لطوارئ الأوبئة في تاريخ البشرية. طبعاً إيبولا ظهر لأول مرة عام 1976 في قرية بالقرب من نهر إيبولا في الكونغو الديمقراطية اللي كان اسمها حينها زائير، ولذلك سمي الفيروس على اسم النهر. تصوروا كل تلك الأوبئة وما كان عندنا في العالم فريق طوارئ واحد مختص لمواجهتها حتى 2014. طبعاً هناك تصنيفين لدرجة انتشار الأوبئة. الأول يسمى أبيديميك، وهو اللي يكون محدود بمنطقة جغرافية معينة كمدينة أو دولة. والنوع الثاني من الأوبئة يسمى بانديميك، وهو الوباء اللي يمتد ليشمل أكثر من دولة أو منطقة حول العالم. مسببات الأمراض سواء كانت فيروسات أو بكتيريا أو فطريات أو أي نوع من الميكروبات الأخرى موجودة منذ ظهرت الحياة على الأرض، وحتى قبل الوجود الإنساني بكثير. هذا ما تقوله الباحثة إليزابيث هارينيو بجامعة تورز في فرنسا، حيث وجدت في بحث قامت به أن الفيروسات بدأت تهاجم الحشرات منذ ما يقارب 300 مليون عام، وهو أبعد تاريخ حتى الآن وجد فيه العلماء فيروس يهاجم كائن حي. وعندما أتى البشر بدأت تنتقل لهم العدوى من الحشرات والحيوانات، لكن انتشار العدوى بين الناس بشكل سريع حدث لما استقر الإنسان في مجتمعات كانت صغيرة ثم توسعت، واكتشف الزراعة وبدأ يربي الماشية اللي صارت مصدر رئيس من مصادر الأمراض. لكن شو اللي خلى انتشار إيبولا مرة ثانية في 2014 يثير ذعر عالمي؟ أولاً لأن انتشاره هالمرة صار أكثر بخمسين مرة من انتشاره في السبعينات. الشيء الآخر أنه قام يقترب من الحدود مع نيجيريا اللي فيها أكبر عدد من السكان في أفريقيا. فتصوروا لو أن إيبولا دخل إحدى المدن النيجيرية المزدحمة، وشو اللي كان بيصير في أفريقيا والعالم كله، خاصة وأن إيبولا يتأقلم بسرعة فائقة مع الجسم وتحصل فيه طفرات سريعة فينتقل بين الناس مباشرة. أما أعراضه فهي التقيؤ المستمر والإسهال وإحمرار العينين وآلام في المعدة والصدر، ثم يبدأ المريض في النزيف من العينين والأنف حتى يموت. يقول جيرمي فرار من مؤسسة ويلكم تراست البريطانية المتخصصة في أبحاث الطب الحيوي، يقول إن وصولنا لحافة الكارثة في 2014 هو جرس إنذار لنبدأ وضع خطط احترازية لتفشي الأوبئة، بدءاً من توفير التطعيمات اللازمة إلى كيفية نشرها للسيطرة على الوباء، وهذا يتم على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى هي أن يعرف الإنسان عدوه وما هي قدراته، لأن الفيروس لما يهاجم الجسم يبدأ بمهاجمة الخلايا مباشرة. وحسب تقرير نشر في ناشونال جيوغرافيك يقول بأن الإنسان لما يمرض فإن جهازه التنفسي يفرز 10,000 فيروس. هالفيروسات تهاجم الجسم وتتكاثر لتصل إلى 100 تريليون فيروس في داخل الجسم. صوروا، هذا معناته أن حصر أسباب الأمراض في العالم كلها صعب جدا، وصعب أن احنا نلقى لها لقاحات وعلاجات معا. بمجرد أن نعرف من هو عدونا تأتي المرحلة الثانية وهي التسلح ضده، لكنها مرحلة صعبة ومكلفة جدا. تعرفون ليش؟ الأبحاث والتجارب لتصنيع لقاح واحد تبلغ تقريبا $1,000,000,000. تصوروا، وبالتالي فإن شركات الأدوية ما راح تستثمر هذه المبالغ الطائلة من أجل محاربة فيروس قد ينتشر وقد ما ينتشر. ولهذا اليوم نشوف الحكومات تستثمر مع منظمة الصحة العالمية لكي يحاربون هذه الفيروسات وينتجون لقاحات تكون مناسبة. بالمناسبة هناك اليوم كلام كثير يدور حول شركات تصنيع الأدوية، يقولون والله بأنها هي من يصنع تلك الفيروسات، وطلعت أفلام وقصص ومسلسلات، ولكن لم يثبت شيء مؤكد ومدعوم بأدلة حتى الآن. المرحلة الثالثة هي الجاهزية للتدخل السريع في حال انتشر وباء جديد، وهذا اللي طبقته منظمة الصحة العالمية عن طريق نشر موظفين دائمين لها حول العالم مؤهلين للتعرف على حالات تفشي المرض فور حدوثه، وإبلاغ المنظمة في جنيف لتقوم بتطبيق خطة الاحتواء قبل أن ينتشر الوباء. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية هناك 9 فيروسات قد تقضي على البشرية إذا ما تفشت، أخطرهم يدعى حمى لاسا أو لاسا فيفر، نسبة لمكان اكتشاف الفيروس في قرية لاسا في نيجيريا. هذا الفيروس ينتقل عبر الفئران ويصيب حوالي 300,000 شخص سنوياً، إلا أن البعض لا تظهر عليه أعراضه، مما يجعل التعرف على المرض صعب جداً. ورغم أن هذه الحمى تقتل 1% من المصابين فقط، إلا أنها تفشت في العام الماضي في إحدى قرى نيجيريا بسرعة فائقة وقتلت أكثر من 50% من المصابين، مما طرق ناقوس الخطر. فلو تحولت هذه الحمى إلى وباء فستكون أشرس مما نتوقع بكثير. هناك أيضاً حمى الوادي المتصدع ريفت فالي فيفر، اللي تنتقل من عدة حيوانات كالمواشي وتسبب للإنسان حمى وضعف الرؤية، لأن فيروسها يصيب الدماغ ثم الكبد ويسبب في الجسم أوجاعاً كثيرة. هذا كله يصير في الأيام الأولى من الإصابة، وغالباً ما يحصل نزيف عند المصابين به ونسبة نجاتهم هي 50% فقط. وهناك سارس اللي أكيد سمعتوا عنه، اللي ينتقل إلينا من الثدييات ويصيب الجهاز التنفسي، لينتقل بين البشر بسرعة لما حد مصاب مثلاً يكح أو يعطس. هذا الفيروس ظهر لأول مرة في الصين عام 2002. أما أحد أخطر الفيروسات فهو زيكا، اللي انتقل في البداية عبر القرود وانتشر في آسيا وأفريقيا، إلا أنه في عام 2013 ظهر في الأمريكيتين، مما جعل العلماء يقلقون من أنه يتحول لوباء عالمي، خاصة أن يقتل قرابة 20% من البشر اللي يصيبهم. ولكن الخطورة هي أن زيكا صارت له طفرات جينية، وقدر أن هو ينتشر عبر البعوض اللي مثل ما نعرف من الصعب جدا السيطرة عليه. وإذا أصاب هالفيروس الحوامل فإنه يتسبب إما في إجهاض الجنين أو تشويهه. أما إذا أصاب الإنسان البالغ فأعراضه في البداية تبدو كنزلة برد عادية، ثم صداع وارتفاع في الحرارة، ثم تتطور الآلام في العضلات والمفاصل، وتصاب العيون بالإحمرار، ثم تظهر بقع على الجلد، ويصاب المريض بحالات قيء متكررة. وحتى الآن للأسف ما في تطعيم ضد هذا الفيروس. حد بيقول طيب شو المشكلة إذا غدا طلع لا قدر الله فيروس أو وباء جديد؟ فالعلماء بيخترعون شيء وبيعالجونه. أحب أقول لكم بأن الحياة ليست وردية بهذه الطريقة. فنحن اليوم مش فقط ما عندنا تطعيمات للكثير من هذه الفيروسات، بل أيضا ما عندنا علاجات لها،
ويتم في داخل المستشفيات التعامل فقط مع أعراضها على المريض كالآلام والحمى، فيعطونا أشياء تخفف من هذه الأعراض. ما بخوفكم، لكن العالم قد يدخل أزمة صحية في أي لحظة. منذ اكتشاف البنسلين أول مضاد حيوي في تاريخ البشر عام 1928، بدأ الإنسان يسيطر بشكل أفضل على الأمراض، وصار إيقافها أو تقليل انتشارها أسهل بكثير. والمضادات الحيوية هي عبارة عن مواد كيميائية تستخدم لقتل أو إعاقة انتشار البكتيريا الضارة، لكن للأسف المضاد الحيوي لا يعمل مع الفيروسات، فقط ضد البكتيريا. في مايو 2016 سجل العلماء في مركز ومستشفى والتر ريد العسكري في أمريكا أول حالة بكتيريا في تاريخ البشر مقاومة لكل أنواع المضادات الحيوية. تعرفون شو يعني هذا؟ بعد وفاة السيدة المصابة بتلك العدوى العام الماضي، توفيت سيدة أخرى في نيفادا في العام نفسه بسبب بكتيريا أصابتها. كانت في الهند تمشي وسقطت فرجلها انكسرت والتهبت الرجل ودخلت فيها البكتيريا، وظلت البكتيريا تستمر في الانتشار وجسمها يتأثر. لما رجعت إلى أمريكا ظلت فترة معينة حتى أودت البكتيريا بحياتها. حد بيقول من كلامك شعرنا بأن خلاص نهاية الجنس البشري قربت. لا، الوضع مش سوداوي لهالدرجة حتى الآن على الأقل. ولكن يقول الدكتور فيني راما كريشنان الحاصل على نوبل في الكيمياء في 2009، علينا أن نبذل جهدا عالميا للحد من استخدامات المضادات الحيوية. ويقول علينا ألا نستخدم المضاد الحيوي حتى تفشل باقي الأدوية في علاج المريض. هناك حل اسمه بكتيريوفيجز، وهي فيروسات تهاجم البكتيريا مثل المضادات الحيوية، وتعتبر من أكثر الكائنات الحية موجودة في الأرض، وهي أيضا موجودة في أجسامنا بكثرة وتساعدنا في التصدي للبكتيريا الضارة. والآن يجري العلماء أبحاثا كثيرة على الاستخدام الأمثل لها، وإن نجحوا قد يمكن أن يتعاطاها المريض كحبوب للقضاء على أنواع معينة من البكتيريا. ومن يدري، فربما تكون هذه الفيروسات هي البديل المستقبلي للمضادات الحيوية، لأننا مثل ما نعرف فإن المضادات تدمر البكتيريا الضارة والنافعة في أغلب الحالات، والبكتيريا النافعة ضرورية جداً لعمل الجهاز الهضمي. هل تعرفون كم فيروس في الأرض؟ حطوا رقم واحد وأمامه 31 صفر، يعني أكثر من النجوم اللي في الكون. لكن هذا ما يعني بأن كلها خطيرة وبتهاجمنا في المستقبل، لكن بعض الفيروسات تصير لها طفرات جينية وبالتالي تصبح خطيرة. ولما نقرأ نصائح العلماء والباحثين يقولون دائماً بأن النظافة تعد من أهم ركائز محاربة الأوبئة، بالإضافة إلى أن الإنسان يحافظ على صحته ولياقته. ليش؟ لكي يحافظ على مناعته ويخليها مرتفعة. والنظافة ما تعني فقط الجسم، بل أيضاً المنزل، الملابس، والسيارة، والحيوانات اللي تعيش معانا ونربيها. ولهذا ورد في الحديث الشريف الطهور شطر الإيمان. الله يحفظكم من كل مكروه ويشفي لكم كل مريض. هي لحظة الكشف البعيد.